أهلا بكم في مساءات عمان المفعمة بالعمل والإخلاص في مختلف القطاعات. في هذه المحطة نتعرف مشاهدينا على اتفاقية تعاون بين تعليمية البريمي ومركز صناع عمان. سيتم بموجب هذه الاتفاقية أيضا إعداد مجموعة من البرامج البحثية والأكاديمية والثقافية تخدم الجانبين. تفاصيل مختلفة بإذن الله ينضم معنا عبر هذا الربط المباشر من محافظة البريمي دكتور سلطان بن خميس اليحيائي، المدير العام المساعد بتعليمية البريمي وهو القائم أيضا بأعمال المديرية العامة هناك. مساء الخير دكتور، وكيف تبدو أيضا مساءات البريمي في هذه اللحظات؟ أسعد الله مساءاتكم الطيبة، مساء عمان المحبة. بكل تأكيد محافظة البريمي تزهو وتتألق في هذه المساءات الجميلة وبهذه الأجواء الشتوية الرائعة أيضا بفعاليات ومناشط مختلفة رغم وجود كورونا وأيضا إشكالياته، إلا أن محافظة البريمي يعني لديها من الزخم الكبير من الفعاليات والمناشط المختلفة التي فعلا نفتخر فيها نحن كأبناء محافظة البريمي أن هنالك مثل هذه الفعاليات. فعاليات تساهم في تطوير العملية التعليمية، في تبادل الخبرة وتعميق العلاقات المهنية أيضا. نتحدث في هذا الجانب عن هذه الاتفاقية، ما أهميتها بالنسبة لكم؟ بكل تأكيد سعت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وأيضا الاستراتيجية الوطنية للابتكار من خلال طبعا عقد مثل هكذا اتفاقيات. كل هذه الاتفاقيات تؤكد أن التوجه العالمي نحو التكنولوجيا والابتكار وأيضا التوجه العالمي نحو أيضا تقنية المعلومات. فجاءت هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات والفعاليات والمناشط التي تنفذها تعليمية محافظة البريمي للاهتمام في مثل هذا الجانب، كون أنه توجهات مولانا حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق وحكومة الرشيدة مركزة بشكل كبير على الابتكار كأهم محاور رؤية عمان 2040. دكتور، وفقا لهذه الاتفاقية ستكون هناك مجموعة من التعاونات أيضا، نتحدث عن هذه المجالات، مجالات التعاون. نعم، هنالك مجالات كثيرة ركزت عليها هذه الاتفاقية في التعاون، تتمثل في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية، ناهيك عن أيضا الاهتمام ببناء قدرات الطلاب والمعلمين بتعليمية محافظة البريمي والاستفادة أيضا من الإمكانات الموجودة لدى مركز صناع عمان. مركز صناع عمان من المراكز الواعدة والمتميزة الذي يحتوي على طاقات شبابية رائعة وبفكر شبابي رائع. طبعا مقره في او مقر هذه او قر هذا المركز في جامعة السلطان قابوس. نعم، مركز صناع عمان في جامعة السلطان قابوس، ولذلك حرصت تعليمية محافظة البريمي على إيجاد مثل هكذا شراكات للاستفادة من قبل أبنائها الطلبة والطالبات وأيضا المعلمين للاستفادة من هذه الإمكانيات الموجودة في مركز صناع عمان، وأن تكون هنالك خبرات متبادلة. ومن أهم هذه النقاط التركيز على البرمجيات وأيضا على الابتكارات العلمية في هذا الجانب. نعم دكتور سلطان، على مستوى المحافظة أيضا هناك مركز الابتكار العلمي الذي يلعب دور كبير في احتضان الشباب المبدع في البريمي على وجه التحديد، نتحدث عن هذا الدور الريادي الذي يقوم به هذا المركز. جميل، مركز الابتكار العلمي بتعليمية محافظة البريمي، تعليمية محافظة البريمي وأيضا مركز الابتكار في محافظة البريمي من أوائل المراكز التي أنشئت في سلطنة عمان. يحتوي هذا المركز على الكثير من الإمكانيات سواء كان في مجال الاهتمام في الجوانب العلمية البحثية، المسابقات، الروبوت والكثير والكثير من الاهتمام في إعداد النشأ هنا في محافظة البريمي إعدادا علميا دقيقا ليواكب
جانب للتطلعات العالمية، ولكي يكون أيضا أبناء محافظة البريمي قادرين على الاستجابة للتطورات العلمية الهائلة في مجال الثورة الرابعة الصناعية الرابعة وأيضا في مجال التقنية. فحريصين هنا في تعليمية محافظة البريمي من خلال مركز الابتكار العلمي على أن يكون مركز رائد، وأن يكون أيضا ضمن أحد المزارات الرئيسية التي يحرص فيها القائمين هنا في محافظة البريمي لزيارتها من جانب العلمي، وأن يكون إن شاء الله في الفترة القادمة مزارا سياحيا علميا بإذن الله تعالى. نعم، يعني ما يدلل على حديثك وعلى أيضا جودة ما يقدمه المركز لأبنائه هو حصول المركز على إنجازات مختلفة داخليا على مستوى السلطنة. نقرب المشاهد الكريم من أهمها. نعم، المركز ولله الحمد حصد خلال الفترة الماضية على العديد من المراكز. حصل على المركز الأول على مستوى السلطنة في مسابقة تحدي عمان، أيضا حقق مراكز متقدمة، المركز الثاني على مستوى المشاريع العلمية، وأيضا كان له مشاركات كثيرة لأبناء الطلبة والطالبات سواء كان على مستوى السلطنة أو على خارج عمان في الدول الخليجية. المركز ولله الحمد يعتبر مركز إشعاع ثقافي علمي لأبناء الطلبة، وهنالك شراكات أيضا للاستفادة من الإمكانيات المتاحة مع الجامعات الخاصة هنا بمحافظة البريمي مثل كلية البريمي الجامعية وجامعة البريمي، في أيضا الاستفادة سواء كان على مستوى التخصصات العلمية الموجودة في الجامعة، وأيضا من خلال أيضا المعلمين والمعلمات الموجودين هنا في تعليمية محافظة البريمي، وخاصة في المجالات العلمية مثل تخصصات الرياضيات والعلوم وتخصص تقنية المعلومات. من الجميل دكتور أيضا أن نلقي الضوء على المبنى الجديد لمركز أيضا الابتكار في البريمي، وكيف سيساهم أيضا في مواصلة هذا الجهد من قبلكم كقائمين. الحمد لله، يعني حظت محافظة البريمي يعني دعم سخي من شركة أوكيو بإنشاء مبنى حضاري متميز لمركز ابتكار حديث سيكون إن شاء الله وضعت لبنته الأساسية خلال الفترة الماضية والآن في طور الإنشاء. ويعتبر هذا المركز من المراكز المتقدمة سواء كان على مستوى الجمال المعماري الإنشائي لهذا المبنى أو حتى من خلال ما يحتويه من مرافق متميزة. نأمل إن شاء الله تعالى أن يكون إضافة مميزة لمحافظة البريمي، كون أن هذا المركز سيكون انطلاقة وسيواصل انطلاقة الجهود المبذولة في المركز الحالي، ونتمنى بإذن الله تعالى أن يعني فعلا أن يرى هذا المركز النور خلال الفترة القادمة من خلال الإنشاء الجديد، وأن يكون أيضا نقلة نوعية للجانب التقني العلمي مواكبة لطبعا التقدم العلمي والتقني التي طبعا تشهده عمان كونها إحدى طبعا دول العالم التي هي من الدول السباقة في هذا المجال. وأبناء المحافظة يستحقون كل هذا الاهتمام والدعم السخي أيضا من قبلكم كقائمين أو حتى تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى المحافظة. شكرا لك على هذه المداخلة ربط مباشر من محافظة البريمي. مشاهدينا، كان معنا الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي المدير العام المساعد بتعليمية البريمي، وهو أيضا القائم بأعمال المديرية العامة. شكرا جزيلا، ونتواصل معكم أيضا في سرد هذا الحراك الوطني من خلال محطاتنا المتنوعة بعد قليل.